الصادقين و یا اله العالمین افترا سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفة وذاق الطعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب دلت میاد منو تو عذاب رها کنی و هو یرجو ما سلف من علمک من به علم چشم دوختم ام کیف طول مهنار و هو یعمل فضلک و رحمتک ام کیف یحرق لهيبها وأنت تسمع صوتا وترى مكانا أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم